صباح الخير، انا اسمي روضة ولي، عمري 9 سنين، سنة رابعة ابتدائي في مدرسة نجيب محفوظ. جدتي دايما تقول لي ان الشعب المصري ده اجدع شعب في العالم، رجالة وستات جدعان، ليهم معدن مش موجود الا عندنا، معدن اغلى من الذهب واقيا من الماس. بصوا انا موهبتي القاء الشعر، وعاوز حضرتك يا ريس بعد ما تسمعوا تقول لي رايك في القاي، بس بصراحه وما تجاملنيش يعني، ممكن؟ صباح الفل على بلدي وعلى العالم وكل مكان، اعرفكم بنفسي واقول لحضراتكم انا انسان، يجوز عندي اختلاف لكن من قالوا ان شخص ضعيف، مدام عايش فلي كيان، مدام عايش فلي كيان. مختلف بس اختلافي في العيون مش في الحياة، مولود بقدرة ربنا اللي خلقني انسان مش أداة، انا عندي قلب جميل قوي وعندي حلم جميل قوي، ومعايا رب الكون سند ويا بخت من ربه معاه. المستحيل المستحيل مش مستحيل، المستحيل ممكن يكون، بس انتوا شوفوا بقلبكم وما تحكموش حكم العيون، علشان انا ما يهمنيش غير اني بس اكبر وعيش، ولكل واحد شافني عاجز انكم لا تعلمون. اصل الحياة دي اختبار من ربنا، وانا راضي بنصيبه الجميل وسعيد كمان، انا عارف ان انا اتخلقت عشان هدف، وانا هنا هو بسعى اجيب الامتياز في الامتحان. كل اللي نفسي احققه اللي انتوا بس تصدقوا ان الجمال مش في المظاهر، الجمال جوه الكيان. محدش فينا عمره اختار ملامح شكله من بره، خلقنا ربنا بايديه سوانا، لكن احنا اللي بنكرر جمال القلب جوانا، فلو عاوزين تحاسبونا حاسبونا، حاسبونا على قلوبنا، ولو امكن تاخذونا على اللي ما كانش باوانا. يا ريت تشوفوني زيهم، يا ريت كل البشر هي انا، بشكرها من قلبي عشان زرعت امل فيا. بحبك يا ابو قلب اصيل، اللي شايلاني بالصبر طويل، وعلمتيني اني جميل وهونتيها في علي. بشكر كل ام وكل اب وكل شخص جميل كان سبب في سعادة قلوب جميلتي. عايزاني اقول رايي يا روضه؟ روضه نعم. عايزاني اقول رايي؟ اه. طب انا عايزك، عشان هي جميله قوي ومعناها جميل قوي، ولقائك كمان زودها جمال، انك تقوليها تاني تسمعينا. تسمعينا وتعلمينا، تسمعينا وتعلمينا، قولي تاني بعد إذنك يعني.